بالرغم من ذلك انتظر الوحداتيون حتى الوقت بدل الضائع من الشوط الأول ليفتتح لهم عامر ديب التسجيل بكرة رأسية ذكية. في الشوط الثاني لم يتبدل الحال كثيرا، إذ نجح الوحدات في إضافة هدفين آخرين، الأول عبر المتألق عبدالله ديب في الدقيقة 57، فيما جاء الثاني عبر المخضرم محمود شلباية في الدقيقة 68.